السادسة عشر من حزيران 2013 هو يوم تاريخي حاسم، ونعلن إيماننا الأكيد والوثيق بأن خلاص لبنان وبلدان الشرق الأوسط إنما يأتي على يد أمنا مريم العذراء سيدة لبنان سلطانة السلام ونجمة صباح الشرق. ثوبك شنحت ولاحوا كل الأحزان، انزاحوا ارتاحوا كل الموجوعين ودفينا تحت جناحوا. ثوبك شنحت ولاحوا كل الأحزان، انزاحوا ارتاحوا كل الموجوعين ودفينا تحت جناحوا. لبنان البارك تضربوا واحفر في كلمات كتابوا. لبنان البارك لقينا مسبحتك صلينا، بالساحة لقينا مسبحتك صلينا، وصرخنا يا أطرخ خلي عينك علينا.